اليوم تسليت كتير وأنا بعمل بيتزا طماطم كرزية. ليه ما نرسمها على طريقة كرز؟ كتير كريسبي وريحتها بتشهي. بس ما تخلصوا الريكاتا تشيز مثل ما خلصتوا الفتة أيام الفتة باستا. حطيت ريكاتا تشيز مع بارميزان تشيز وفص ثوم مع بعض، بحركهم مع بعض، الريحة بتشهي. بس 3 مكونات، شفتوا ولا أسهل؟ وبهيك بتكون جاهزة. بتكونوا عاملين العجينة أو بتجيبوا عجينة جاهزة، أنا هستعمل عجينة براتا، وبتحطوا عليها الريكوتا تشيز الخليط اللي إحنا عملناه. وهلأ رح نبلش نرسم الكرز. قطعت الزوكيني أو الكوسة الخضراء بهالشكل، وعم بحط الفيري توميتو بعد ما قطعته بالنص، ورح أستعمل الريحان للورقة تبعت الكرز، وبدخلها على الإير فراير أو على الفرن مثل ما بتحبوا، بس ل5 دقايق، وبهيك بتكون جاهزة. ياريت فيكم تشموا الريحة قد ما طيبة، كتير حلوة وطريقة جديدة راح تحبوها كتير. أنا أول مرة بجرب الريكوتا تشيز وعن جد طلعت كتير طيبة لما ضفت عليها البارميزان والثوم. لازم تجربوها، ولازم تجربوها بعجينة البراتا لأنه أطيب.